يعني ما فهمش خطوط حمراء في الحرب على الفساد، ما فهمش حتى حد يتمكن حصانه في الحرب على الفساد. نحبوا دولة قانون ونحبوا دولة شفافية، ونحب نطمن المستثمرين الجديين في قطاع الطاقة اللي معناها الإجراءات اللي باش ناخذوها تمشي في اتجاه الشفافية ومزيد شفافية في القطاع. ولكن دفع الاستثمار في قطاع الطاقة ما يعنيش نهب ثروات الشعب التونسي واستغلالها بطريقة غير شفافة. الملف هذا احنا درسناه ونعرفوه، مانيش اتوكا احنا بعثنا تحقيق الهيئة العامة للنقابة، مشات الرقابة المالية، مشات تعطي المحتاج تحالوا القضاء، نحبوا نظلموا حد ما نحبوا نتهموا حد، ولكن هذه ملفات هامة وخطيرة احنا ما نجموش نسكتوا عليها. وكما قلت معناها الحرب على الفساد متواصلة، قطاع الطاقة الناس الكل تعرف اللي فيه معناها اشكاليات كبيرة، وان شاء الله نفتحوا القطاع هذا ونفتحوا الاشكاليات هذه. سيد رئيس الحكومة، بالنسبة لملف الطاقة عموما معناتها يطرح جملة من التخوفات والانتقادات على اساس انه فيه فساد كبير، هذا لاحظتوه والا لا؟ طبعا يعني احنا يعني طبعا احنا موجود بدينا، ماهيش حاجة جديدة، بدينا في ملف هذا وملف كبير، ملف تقني كل تحكي عليه. احنا نحبوا مزيد من الشفافيه، نحبوا المستثمرين الجديين اللي معناها يطبقوا القانون، ما نجموش نستغلوا ثروات معناها في طريقه غير قانونيه وفي غياب شفافيه. ما فماش خوف سيد الرئيس بخصوص حلين ملفات الفساد لهنا في الطاقه؟ شوف انا خاف كان من ربي وخاف من الشعب التونسي اللي هو انا مؤتمن على الثروات نتاعو واللي ضميره مرتاح عمره ما يخاف.